بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس 71 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس غرة ذي القعدة سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتابع في هذه المجالس ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من فصول ذكر فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مبتدئاً بأقوالها وأفعالها وانتهاءاً بختامها وكل ما يتعلق بها من السنن والثابت المأثور عن نبي الأمة القائل صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. مستكثرين في مجلسنا المبارك هذا في البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة من صلاتنا وسلامنا على إمام الأمة ونبيها وشفيعها وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره الرحمن جل جلاله، بل واختاره للخليقة سيدا. يا رب صل على النبي وآله ما دامت الأرواح تذكر أحمدا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث في أدعيته عليه الصلاة والسلام التي ثبت أنه كان يقولها في الصلاة، وكان ذاك منتهى مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، ثم عقبه المصنف رحمه الله بفصل قصير فيما يتعلق بشأن الدعاء إذا صلى الرجل منفرداً أو إماماً بجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. لماذا كان في دعائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو بلفظ الإفراد؟ لما بالإفراد ولا يدعو بالجمع؟ لأنه كان يدعو لنفسه عليه الصلاة والسلام، يدعو في سجوده، يدعو في ركوعه، يدعو بين السجدتين، يدعو في التشهد الأخير قبل السلام، وكل ذلك كان فيه عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه، فكان يدعو بلفظ الإفراد. وضرب أمثلة: رب اغفر لي وارحمني، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، كما في دعاء الاستفتاح. وعامة أدعيته الثابتة في السنة عنه صلى الله عليه وسلم هي هكذا، وكل ما تحفظونه من الأدعية هي هكذا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، إلى آخره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الحديث. حتى في دعاء الوتر الذي علمه في القنوت للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. فعامة أدعيته كما قال المصنف رحمه الله المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد. إذن هذا الأصل في الأدعية،
فإذا دعا أحدنا في صلاته متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بلفظ الإفراد. نعم. قال: وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة، فإن فعل فقد خانهم. فقال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. لما أورد الإمام ابن خزيمة رحمه الله الحديث في صحيحه بوب فقال: باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، خلاف الخبر الثابت، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غير الثابت، وأشار إلى حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف، ولفظه: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم. الجواب عن هذا الحديث يا كرام من وجهين: الأول من حيث السند، والثاني من حيث المتن. أما من حيث السند فالحديث ضعيف، وقد أشار فيما نقل عن ابن خزيمة رحمهما الله قال: في هذا رد على الحديث الموضوعي، فحكم بوضعه واعتبره غير ثابت، وبوب فقال: الخبر غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده اختلاف، وقد أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن واجة من حديث ثوبان رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بلفظ مقارب: إذا أم الرجل القوم فلا يختص بدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. هذا الجواب أولا من حيث السند إنه لا يثبت، وعندئذ فلا إشكال، ويبقى المرء إذا دعا في صلاته لنفسه دعا بلفظ الإفراد. والجواب الثاني فيما سينقله المصنف عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه فرق بين الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وبين الدعاء الذي يدعو فيؤمن فيه المأمومون على دعائه، مثل قنوت الوتر، فإنه لا يدعو فيه لنفسه بل يدعو ووراءه من يقول آمين يؤمن، فها هنا لا يدعو لنفسه. فعلى صحة الحديث، على تقدير صحة الحديث، فيكون الجواب إنه لا تعارض. كيف يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم، ثم نجد عامة أدعيته بلفظ الإفراد؟ نقول: لا تعارض. ويقول: لا يخص الإمام نفسه بدعاء، يعني إذا كان في دعاء عام. أما في سجدة يصليها في صلاته أو بين التشهد والسلام، هذا كله يدعو فيه المرء لنفسه، فلا إشكال إذن بين هديه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على فرض صحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. أي حديث يقصد؟ هذا الحديث عندي، حديث: إذا لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم. تم هاهنا للمصنف رحمه الله تلك الفصول المتعلقة بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسائلها المتعددة وفوائدها العظيمة وبالهدي النبوي الكريم في كل أفعال الصلاة وأقوالها. بين يدينا الآن فصل طويل جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من مسائل الصلاة وسردها سردا، فنحن نأتي عليها تباعا بقدر ما يسعنا المجلس هذا وما يعقبه من مجالس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد. ما معنى طأطأ رأسه؟ نعم، خفض رأسه فجعله محنيا إلى أسفل. طأطأة الرأس مظهر من مظاهر التواضع والإخبات والانكسار، وفي موقف الصلاة يعيش العبد هذا المعنى بين يدي الله،
وهذا أدب من آداب الصلاة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخرجه الحاكم أيضا والبيهقي، صحح الإمام البيهقي أن الحديث مرسل عن ابن سيرين، يعني ليس موصولا في الحديث بالرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا محمول على التواضع والإخبات، وجملة أفعال الصلاة فيها هذا المعنى. أنت إذا وقفت وضعت يديك على صدرك هذا أدب، ثم تحني صلبك في الركوع هذا خضوع وتعظيم، ثم ترفع حامدا ثم تهوي ساجدا، كل ذلك تعظيم. كل هيئات الصلاة إخبات وتعظيم وإجلال للمولى الكريم سبحانه وتعالى، ونحن نقف بين يديه في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان في التشهد لا يجاوز بصره ولا يجاوز بصره إشارته. وقد تقدم أي إشارة؟ قال في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، يعني في أصبعه السبابة في التشهد. أيضا هذا مظهر من مظاهر الخشوع في الصلاة، عدم التلفت، عدم الانشغال، ولا رفع الرأس، ولا النظر إلى زينة سقف المسجد، ولا إلى محرابه، ولا إلى نقش هنا وهناك، يجعل نظره أو بصره في موضع إشارته. وقد تقدم أشار إلى ما ذكر هناك في صفة التشهد، وكيف يضع يديه، وكيف يجعل يمناه مشيرا بسبابته في التشهد، كما عند الإمام مسلم في الصحيح قال: ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام التي هي السبابة إلى القبلة، قال: ويرمي ببصره إليها. فهذا موضع الشاهد في هذا الهدي النبوي في بصره صلى الله عليه وسلم أثناء التشهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا مما تأكد وتقرر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ حبه العظيم للصلاة، حبا جعله يملأ وقته كلما وسعه في الصلاة، وجعله إذا دخل في الصلاة عاش فيها المتعة وأنس الفؤاد وخشوع القلب في الصلاة. هذا الأمر هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام لا يفتر عن الصلاة بين يدي الله ودعاء الله، وعلم الأمة كيف تعيش في الصلاة. هذا تقرر كثيرا في أحاديث جمة تحكي فعله ومظاهر هيئته ونماذج مما تدل فيها الأفعال النبوية على عظيم حفاوته عليه الصلاة والسلام بالصلاة. لا أعني الصلاة المفروضة، فهذا أمر مفروغ منه، لكنه ما زاد على الفرائض قيام الليل والتطوع والنوافل والسنن التي كان صلى الله عليه وسلم يعيش فيها متعة الفؤاد. ذكر هاهنا شاهدين من قوله عليه الصلاة والسلام مما يدل على حبه للصلاة وفرحه بالصلاة، منها حديثه في السفر: يا بلال أرحنا بالصلاة. وأخرج الحديث الأئمة أحمد وأبو داود وغيرهم، وفصل فيه القول الإمام الدارقطني في العلل، وذكر تصحيح بعض الطرق، وهو في الجملة وإن كان في بعض طرقه إرسال، لكن اللفظ في الجملة له شواهد تعضده. يقول: يأمر بلالا رضي الله عنه إذا حان وقت الصلاة، وبلال رضي الله عنه مؤذنه، يأمره بالأذان، لكنه جاء بتعبير يعطي ذلك انطباع النبوي الكريم عن علاقة قلبه الكريم بالصلاة عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن يقول: يا بلال ارفع الأذان، يا بلال أذن لنا، يا بلال كذا. يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. السفر مظنة تعب وإجهاد ومشقة وحل وارتحاء ورفع أمتعة وركوب الظهور الدواب والرفقة، فالسفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. تخيلت ما معنى أن يكون في مظنة التعب والإرهاق والإجهاد في السفر، عندما يبحث عن موطن الراحة يجدها في الصلاة. يا بلال أرحنا بالصلاة، والمعنى: يا بلال أذن لنا بالصلاة، دعنا نجد راحتنا في سفرنا هذا من عنائنا هذا الذي لقينا فيه نصمة. متى يبلغ العبد
متعة قلبه بالصلاة إلى الحد الذي تكون فيه راحة قلبه وبدنه معا، بحيث إذا وجد التعب وهم الحياة وضيقها ونكدها وهمومها فزع إلى الصلاة. متى يعيش أحدنا ذلك الشعور؟ عندما تتفلت روحه وتشرد في الفضاء وتعيش الهموم والأنكاد والمصائب والمتاعب، وتتعب من الكد والتفكير في كثير من قضايا الحياة، لا يجد لها وقتاً مستقطعاً أجمل من الصلاة. فإن كانت فريضة أداها، وإن كانت سوى ذلك استروح بالصلاة وأنس بها حتى في حلول المصائب. بل هذا توجيه قرآني، قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال في الآية الأخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة عدة، الصلاة راحة، الصلاة أنس، ونحن نتعلم هديه عليه الصلاة والسلام. يا كرام، كما يبلغ فينا الحرص أن نتعلم كيف كبر، كيف وقف، كيف رفع، كيف سجد، كما كنا نحرص على أن نتعلم ماذا نقول مما يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته ركوعاً وسجوداً ورفعاً وجلوساً، أيضاً علينا أن نتعلم الهيئة الباطنة في الصلاة، أن نتعلم صلاة قلوبنا في الصلاة، أن نتعلم كيف نفرح بالصلاة، كيف نسعد بها، كيف نتلذذ بها. هذا هو سر الصلاة، روحها، هذا أنسها، وهذا أيضا مما ينبغي أن يتعلم يا كرام. ولا نبلغ مثل تلك المراتب إلا إذا امتلأت القلوب حبا لله أولا، وتعظيما له ولدينه ولشريعته وللصلاة التي أمرنا بها. والله يا كرام، شتان بين أن يقوم أحدنا إلى الصلاة أداء للفرض وإبراء للذمة وخوفا من العقاب وسلامة من الحساب، مع أن هذا مطلب وهذا مقتضى التكليف، لكن فرق بين أن تصلي بتلك المشاعر وبين أن يقوم أحدنا إلى الصلاة حبا لها، شوقا إليها. فإذا حان وقتها رفرف قلبه، وإذا بقي عليها وقت ظل متشوقا إليها، وإذا دخل المسجد أو قام يصلي أو وجد فراغا في وقته ومتسعا. وعامة الناس يفكر في الفراغ إذا كان بين يديه ماذا يفعل، فيصرف هنا وهنا. المحبون للصلاة والمتعلقة قلوبهم بها، إذا وجد أحدهم متسعا وفراغا كان أول ما يخطر بباله في قائمة الأمور التي يفعلها في فراغه أن يصلي لله ركعتين. فإن كانت متوضئا توجه إلى القبلة وصلى ما لم يكن وقت نهي تطوعا مطلقا، وإن كان غير متوضئ تطهر وأتى لله. كم في ذلك في قلوب المحبين من أنس بالصلاة، ثم هي مع الأيام تنمو، وإذا بالمحبة شجرة كبيرة تنبت في قلوب المحبين للصلاة. والله يا كرام، هذا لا ينمو إلا إذا سقيناه وتعاهدناه مرة بعد مرة بعد مرة، ويوم بعد يوم، وسنة بعد سنة. وإذا أنت من أحب العباد إلى الصلاة التي تشتاق قلوبهم إليها، تلك مرحلة إذا بلغناها فهنيئا لنا والله، تكون الصلاة راحة وأنسا وسعادة. في الحديث الآخر كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وتقدم كلام المصنف رحمه الله عن هذا الحديث، وأن الجزء الأول من الحديث صحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. أما زيادة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصحيح أنه مرسل عن ثابت كما رجح الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، لكن الحديث في جملته الأولى صحيح عند الإمام النسائي، وصححه الحاكم والضياء المقدسي وغيرهم رحم الله الجميع. وقد نبه المصنف هناك على أن من الخطأ تداول الرواية الشائعة: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ولفظة ثلاث غير صحيحة، والصحيح في لفظ الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولأن الطيب والنساء هما من أمور الدنيا، فإدراج الصلاة معها ليست من أمور الدنيا المحضة، فهذا مما يبين أيضا خطأ إدراجها في الرواية وعدم صحتها. ومعنى قوله جعلت قرة عيني في الصلاة على فرض صحة هذه الجملة، أن الصلاة لم تعد سعادة فحسب، لا، بل هي قرة عين. وقرة العين أعلى درجات المحبة والأنس بالشيء، أن يكون قرة عين لك. وهذه عبارة تقولها العرب للدلالة على ما بلغ منتهى الأمر في سعادة القلب، فكان قرة للعين يعني بردا لها وأنسا لها وراحة للفؤاد. وكذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
صدر المصنف رحمه الله بهذه الجملة لا ليعطينا فائدة جديدة، فهذا متقرر معلوم، أعني حب النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وتعلق قلبه الشديد بها وشغفه وخشوعه العظيم إذا دخل في الصلاة، جعل هذه مقدمة لما سيذكر الآن من مجموعة من الأمور التي ثبتت في السنة الصحيحة أنه كان ربما يفعلها في صلاته، فلا تظنن أنها تتعارض مع حبه للصلاة وخشوعه التام فيها وشدة فرحه بالصلاة إذا دخل فيها بما سيذكره الآن رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. طيب، هذا الآن هدي نبوي عظيم سيذكر له شواهد. قال: مع هذا، مع حبه للصلاة وكونها قرة عينه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك من الحب والتعلق والانشغال والخشوع والدخول في معاني الصلاة، لم يكن يشغله عن مراعاة أحوال المأمومين المصلين خلفه وغيرهم. من غيرهم؟ نعم، هو يراعي أحوال المصلين خلفه، طيب من غيرهم؟ نعم، غير المأمومين مثل الصغار والأطفال الذين ربما كانوا في المسجد، فهؤلاء ليسوا مصلين ومع ذلك يراعي أحوالهم كما ستسمع بعد قليل. وربما راعى أحوال من ليس معه مأموما في المسجد ولا من هو في حكم من في أهل المسجد، بل ينشغل باله بمن هو متعلق به بما بعثه به كما سيذكره. هذا الانشغال يا كرام لا يتنافى مع خشوع قلبه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، لا يتنافى مع كمال إقباله على الله، لا يتنافى مع شدة قربه من الله في الصلاة، لا يتنافى مع حضور قلبه الكريم بين يدي ربه تبارك وتعالى في الصلاة واجتماع قلبه وهمه وذكره لربه في الصلاة. هل هذا تعارض؟ ليس تعارضا، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله إلى بيان ذلك بأمثلته وشواهده الآتية ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. هذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، الإطالة المشروعة، لكنه ما أن يدخل في الصلاة يسمع بكاء صبي بين يدي أمه في صفوف النساء فيخفف صلاته ويغير ما كان قد نوى من إطالة الصلاة مخافة أن يشق على أمه. يا لقلبه الرحيم عليه الصلاة والسلام، فكر في قلب الأم التي ينشغل قلبها ببكاء صبيها في الصلاة، فعطف عليها ورأف بحالها فخفف صلاته لتنتهي فتلتفت إلى صغيره، فإن كان جائعا أرضعته، وإن كان وجعا طببته، إن كان فيه شيء نظرت إليه. هذا الأمر العظيم في قلبه الكبير صلى الله عليه وسلم لم يكن مزاحما لخشوع قلبه بين يدي الله في الصلاة، لكن هذه المراتب كما أسلفت لا يبلغها إلا من تجاوز معاني الصلاة وتلذذ بها وأنس بمعانيها، فإذا استغرق في معاني الصلاة لم تكن تلك العوارض صارفة لقلبه عما غاص فيه من لذة ومتعة وأنس وسرور. فهذا الالتفات بالمعنى القلبي إلى حال الأم التي انشغل قلبها ببكاء صبيها ليس صارفا لخشوع قلبه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. نعم، تقدم هذا في مجلس سابق أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يفعل في الصلاة شيئا لعارض لم يكن من هديه الدائم أن يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا شاهد له. بعث مرة فارسا طليعة، ومعنى طليعة يستطلع له شأنا ما بعثه لأجله، إما يستطلع خبر كتيبة أو جيش في مهمة بعثه بها، ثم قام إلى الصلاة وجعل صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة إلى الشعب
والشعب هو الطريق والممر في الجبل، ينظر إليه الذي هو طريق عودة الفارس الذي بعثه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا كما قال المصنف رحمه الله من شواغل قلبه عن تمام خشوعه وإقباله، قال ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. الأمر شاغل، وربما كان في سرية أو كان في جيش أو كان في مهمة عسكرية، فالقضية حساسة، وعودة الفارس بالخبر وبطليعة المهمة التي بعثه إليها أمر مهم لاتخاذ قرار، وهو القائد عليه الصلاة والسلام. فكان انشغال قلب مما لا بد للقائد من انشغاله به، وإلا ما كان قائدا. ومع ذلك فإذا دخل في الصلاة كان في أتم أحواله خشوعا وإقبالا على الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت العاص، وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. الحديث أيضا في الصحيحين من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة ابنته زينب رضي الله عنها من زوجها أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل حفيدته أمامة في الصلاة. قال: فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض ليتم له سجوده. أليس في هذا حركة؟ بلى، فيه حركة. فإذا انتهى من سجوده وقام عاد فحملها، وإذا جاء إلى الركوع إلى السجود وضعها في الأرض، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. تكرر هذا الفعل ليس من الحركة الكثيرة التي يتكلم عنها الفقهاء، هذا أولا. وثانيا أيضا لم يكن هذا الفعل اليسير منه صلى الله عليه وسلم شاغلا عما توجه قلبه إليه في صلاته بين يدي ربه، اللذة بالصلاة والأنس بها والاشتغال بها. دعني أضرب لك مثلا: لو كنت جالسا في موقف، في مجلس، في موضع، وأنت في منتهى الفرح والسرور والحبور مع ضيف اشتقت إليه وطال انتظاره، مع قريب أو عزيز، أو بين يدي من يحبه قلبك، أما أو أبا أو زوجة أو ولدا أو صديقا أو قريبا أو حميما أيا كان، وأنت في ذلك المجلس معه في غاية الأنس وتبادل الأحاديث والسرور والفرح وشرب الشاهي والحلوى وتبادل الكلام، ماذا لو عثر هذه البهجة طفلك الذي مر بين يديك فسكب كأس الشاي؟ هل يفسد عليك جلستك فتقوم متكدر الخاطر؟ أبدا، ما هو إلا التفات لمعالجة الأمر مع تمام بقاء قلبك في غاية أنسه وسروره. هذا تقريب للصورة حتى ندرك أن القلب إذا بلغ مرتبة الفرح والسرور في الصلاة فلن يكدره ولن يقطع خشوعه وصدق إقباله تلك العوارض. يصلي حامل حفيدته عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وذلك كله كما قال المصنف رحمه الله مما لا يشغله عن ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من الأنس بالصلاة وحب قلبه العظيم لها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهة أن يلقيه عن ظهره. هذا أيضا الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والإمام النسائي والبيهقي من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا على الشك، لكنه كان أحدهما وليس كلاهما، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه يعني على الأرض ثم كبر للصلاة. وهذا يدل على صغر الحفيد الذي كان يحمله الحسن أو الحسين، ثم كبر للصلاة. قال: فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي. رفع رأسه شكا ما الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرفع رأسه من السجود،
أو لعله عارض فاحتاج إلى أن ينظر ما الخطب. قال فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال فرجعت إلى سجودي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، يعني إما نزل الوحي وإما أنه قد حدث أمر لا قدر الله. فسألوا ليستبينوا، وقال شداد أنه قد رفع رأسه فأبصر وعرف، لكن الناس ما فعلوا ذلك فسألوا. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني. ما معنى ارتحلني؟ يعني صعد على ظهري كأني راحلة له، كما يصعد الراكب على راحلته. قال لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. ما أخذه ولا أنزله من على ظهر، تركه حتى ينزل هو حتى يقضي حاجته. هذا مثال لما نحن بصدده. ما كان صعود هذا الطفل الصغير على ظهره عليه الصلاة والسلام مشغلة ولا صرفا لخشوع قلبه وحضور فؤاده وأنسه بين يدي ربه في الصلاة. بقي في صلاته واستمر في سجوده حتى نزل من على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يصلي فتجيء عائشة رضي الله عنها من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه. أخرج أحمد وأبو داود وأصحاب السنن كذلك بحديث فيه ضعف ضعفه بعضهم وحسنه الألباني رحم الله الجميع. تقول عائشة رضي الله عنها استفتحت الباب، استفتحت يعني طرقته ليفتح. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. الحديث استدل به الفقهاء رحمهم الله على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تقطعها ولا تبطلها، خصوصا في النافلة، وهذه الصلاة كانت تطوعا، مشى وفتح الباب. وكذلك أحدنا إذا كان في حجرته وقد أغلق الباب فجاءت الزوجة أو أحد الأولاد فمشى ففتح الباب أو حرك شيئا أو أغلق شيئا، كل ذلك لا يقطع الصلاة إن كانت نافلة والحركة يسيرة، وهذا من شواهد هذه المسألة. وفي الحديث أيضا شاهد لما نحن فيه. تأتي عائشة رضي الله عنها من خارج حجرتها فإذا الباب مغلق، فلما تطرق ليفتح لها يمشي صلى الله عليه وسلم، قالت عن يمينه أو عن يساره، يعني أن الباب في اتجاه القبلة لكنه يمنة أو يسرى، فيمشي بمحاذاة اليمين ويرجع أو إلى محاذاة اليسار. قالت فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه. إذن في حركة، خطوات إلى الأمام ثم فتح للباب ثم خطوات إلى الوراء ورجوع منه صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه. لا طرق عائشة رضي الله عنها ولا خطواته ولا فتحه للباب ولا عودته إلى مصلاه، كل ذلك لم يكن مشغلة لقلبه صلى الله عليه وسلم في صلاته. أرأيت إذن مرة في المسجد ومرة في البيت ومرة مع فارس في طليعة بعثه بها ومرة مع سبطه ومرة مع حفيدته أمامة ومرة مع زوجته عائشة رضي الله عنهم جميعا، وكل ذلك يقع منه أحيانا مرة بعد مرة، والغالب في صلاته عليه الصلاة والسلام السكون وتمام الخشوع. فإن عرضت له العوارض بقي القلب الكبير الخاشع بين يدي الله على تمام أحواله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة، فقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، ذكره مسلم في صحيحه. كان الأمر في أول الإسلام جواز رد السلام لمن هو في الصلاة، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك نسخ حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فنهي المصلي عن الكلام وأمر بالسكوت،
فكان من مقتضى ذلك ألا يتكلم ولو كان يريد رد السلام، ورد السلام واجب، لكن البديل عنه لمن هو في الصلاة رد السلام بالإشارة. وهذا من شواهد المسألة في السنة، كان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة، وصفة ذلك كما سيأتي بعد قليل. يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، يبسط كفه وبطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. وشاهد ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي نسبه الإمام المصنف إلى الإمام مسلم في الصحيح، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته، يعني رجع من قضاء الحاجة وهو يصلي، قال: فسلمت عليه فأشار إلي. وتتمة الحديث قال: فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، يعني لذلك لم أرد عليك. طيب، ما فائدة هذه الجملة الأخيرة؟ شيئان عظيمان: الأول تعليم السنة، ماذا يفعل المصلي إذا سلم عليه أحد، فيكون الرد بالإشارة لا بالكلام. والفائدة الثانية هذا العذر النبوي العظيم الذي أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجابر رضي الله عنه. وما حاجته إلى الاعتذار عليه الصلاة والسلام؟ أي اعتذر الكبار؟ ما كان يحتاج إلى الاعتذار عليه الصلاة والسلام، لكنه تطيب لقلب جابر، خشية أن يقع في نفسه شيء، بل وقع في نفسه شيء، كما في رواية البخاري في الصحيح قال: فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به. يسلم ولا يرد عليه. ضع نفسك مكان جابر، بعثك في حاجة، جئت فقلت السلام عليك يا رسول الله، وتنظر إليه قائما يصلي، وكنت عهدت منه أنه ربما رد السلام فلم تجد جوابا. قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به. قال جابر: فقلت في نفسي لعل رسول الله وجد علي أني أبطأت عليه، يعني ربما تأخرت عليه فغضب علي. قال: ثم سلمت عليه، يعني الثانية، فلم يرد علي فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى. يعني المرة الأولى ممكن تقول ما سمع وتجد عذرا، فيعيد الثانية فيسلم ولا يجد الرد. قال: فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى. قال: ثم سلمت عليه فرد علي في الثالثة، وقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. قال: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة صلى الله عليه وآله وسلم. نتعلم فيها فائدة كبيرة، حيث يكون موقفك مع الآخرين ربما يفهم على غير الوجه الذي قصدت أو أردت أو فعلت، فاحرص رعاك الله، لا أقول على تطيب الخواطر، بل على إبانة المواقف وشرح ما حصل، فإن هذا أدعى إلى سلامة القلوب وائتلافها، وإبعاد الشيطان أن ينزغ قلوب الآخرين عليك. هذا هدي نبوي كريم، وهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. ذكره أحمد، الإمام أحمد وغيره، ورواه البيهقي أيضا عن جابر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا بهذا اللفظ. ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. إيش يشير؟ إيش يشير؟ الحديث هكذا مطلق، كان يشير في الصلاة. قال أهل العلم: يشير يعني الإشارة المفهمة، أمرا أو نهيا أو ردا للسلام، كل ذلك يدخل في قوله كان يشير في الصلاة. إذن هل استعمال الإشارة في الصلاة للمصلي عند الحاجة إليها مما لا يجوز فعله؟ الجواب لا، ليس هذا ممنوعا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير في الصلاة، وإن كان ظاهر من الحديث حمله على إشارة رد السلام جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. ومن العلماء من قال: المقصود بالإشارة في الحديث هذا هو الإشارة بالسبابة في التشهد، كان يشير في الصلاة يعني بأصبعه، وكل ذلك محتمل، ويدخل في قول الصحابة كان صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلم إلا قال إشارة بإصبعه، وهو في السنن والمسند. الحديث هذا أيضا حديث صهيب رضي الله عنه، فيه لين، فيه ضعف، ويغني عنه ما سيذكره المصنف من حديث ابن عمر رضي الله عنه بعده. وفيه أيضا عند الترمذي وابن حبان والحاكم أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رجال الأنصار وهو في قباء يصلي وصهيب معهم رضي الله عنهم جميعا، فسأل ابن عمر صهيبا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده. فهذا شاهد، وهو يعني أفضل إسنادا من الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، والشاهد فيه واحد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. بسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق، هذه إشارة مفهمة للرد السلام، وليس رد السلام كما يفعله المصلي خارج الصلاة بأن يشير هكذا أو يرفع فوق رأسه ونحوها. هذه الإشارة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد السلام، وفيه القصة التي أتى فيها قباء، فأتى الأنصار إليه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه كيف كان يرد السلام، لما سئل بلال وفي الحديث الآخر سئل صهيب رضي الله عنه، قال هكذا، وأشار بالإشارة التي بينها بعض الرواة. نعم. قال: وهو في السنن والمسند، وصححه الترمذي، وصححه الترمذي ولفظه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. ذكره البيهقي. نعم، هذا أيضا شاهد لما دل عليه الأمر أنه كان جائزا في الأول الكلام في الصلاة، وقد كان كذلك بدلالة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيح، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه وهو في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فكان جائزا الكلام. وإذا كان مطلق الكلام جائزا فرد السلام أولاه، فرد السلام واجب، وإذا سلم على المصلي مسلم يقول عليكم السلام، هذا أولى من أن يقول لصاحبه: ما فعلت اليوم؟ أين كنت البارحة؟ هذا أولى، رد السلام واجب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد كان ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة، فلما قدم من هجرته وجد الأمر اختلف عليه، هاجر والكلام كان جائزا، رجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه. وقع في بعض الروايات لابن مسعود ما وقع لجابر كما سمعت قبل قليل، وقع في نفسه شيء، يسلم فلا يسمع رد السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بين له إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث ألا نتكلم في الصلاة. فدل ذلك على اختلاف الأمر ونسخ جواز الكلام الذي كان قبله، وأن الأمر المنسوخ الذي ترك استبدل بالسكوت، بالقنوت في الصلاة، بالخشوع، بالاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن لا غير في الصلاة. قال: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فحديث باطل. ذكره الدارقطني. إيش يعني إشارة تفهم؟ قال: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. إيش يعني إشارة تفهم عنه؟
يعني قال بيده أو برأسه إشارة فهم منها من هو خارج الصلاة المشار إليه، فهم ماذا يريد. يعني كان يقول برأسه هكذا، يعني لا، دخل رجل فوجده يصلي، قال الطعام جاهز، فقالت الزوجة هكذا، هذه إشارة مفهمة. أو قال لها أين المفتاح فأشارت الدرج، هذه إشارة مفهمة. لفظ الحديث يقول من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، لكن الحديث لا يصح. قال فحديث باطل. ذكره الدارقطني وقال قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول. أبو غطفان هو الذي يروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن أبي داود استظهر أن هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعفه الأئمة كذلك. أبو حاتم في العلل قال أبو داود هذا الحديث وهم، يعني لا يصح نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحيح قال والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما. أنس وجابر، وكما تقدم أيضا حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، فهذا مما يدل على أن الحديث هذا باطل وضعيف ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما. هذا أيضا من الحديث الصحاح في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاي في قبلته. هذا فين؟ في حجرتها. أي صلاة هذه؟ قيام ليل، يقوم يصلي الليل في حجرته في بيته عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها. ثم انظر إلى هذا الوصف الذي ما وصفت فيه الحجرة، لكنك كأنك ترى الحجرة. تقول كان يصلي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. ليش؟ يجد موضعا لسجوده. ما سعت هذه الحجرة؟ كم مترا في كم متر؟ 4×5، 10×5، لا شيء. هو موضع لنوم الرجل مع زوجته، بحيث إذا نامت ومدت رجليها ما يجد موضعا لسجوده عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. الغمز هذا إشارة، وهي فهمت فجعلت هذا علامة، هي نائمة وهو قائم يصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد فهمت أن أفسحي لي حتى أسجد. قالت فقبضت رجلي، فإذا قام، يعني قام إلى الركعة، عادت فبسطت رجلي. قال فإذا قام بسطتهما. ليش تعود فتبسطها؟ لأنه إذا قام لن ينزل إلى السجود إلا بعد مدة طويلة، وقيامه طويل عليه الصلاة والسلام. فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني هذا الذي أحوجه إلى أن يغمزها حتى تقبض رجليها فيسجد. ما في مصابيح، لا يرى موضع قدمها ولا هي ترى تهيؤه إلى السجود، أنه ركع ورفع وأنه سيسجد فتثني رجليها. فكان يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى غمزها، وهي كانت تنتظر منه الإشارة. هذا المشهد النبوي العظيم في بيت النبوة يحكي معاني عجيبة والله يا كرام، منها هذا الزهد النبوي وبساطة العيش. هذه بيوت وحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم بشر مشى على وجه الأرض كان يعيش هذه الحياة، بيت نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، هذا وصفه. وأحب النساء إلى قلبه، بل أحب الخليقة إلى قلبه عائشة رضي الله عنها، هذا بيتها، هذه حجرتها. لا تذمرت ولا اشتكت ولا طالبت، عاشت وعاش معها صلى الله عليه وسلم أسعد حياة زوجين على وجه الأرض في هذه الحجرة الصغيرة. مقام السعادة الزوجية يا كرام ليس في سعة البيوت ولا فخامة الأثاث ولا الفرش، لا، سعادة القلوب في الحياة الزوجية بما يرزق الله قلب الزوجين من طاعة وتوفيق وأنس تجتمع فيها القلوب على المودة والرحمة، والسكن الذي جعله الله قوام الحياة الزوجية لأهل الإسلام. فكان يغمز رجليها فتقبضها، فإذا قام بسطتها رضي الله عنها. وهذا أيضا من الفصول التي ذكرها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده، وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس، وفي لفظ حتى يلعب به الصبيان. يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعله موثقا في أحد سواري المسجد فيبصره الناس. أتاه الشيطان وهجم عليه في صلاته يريد أن يفسدها عليه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مدعاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه قال فخنقه، والخنق هو المسك من الرقبة، قال حتى سال لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا شاهد لأن بعض الحركة أو الانشغال في الصلاة ليس مشغلا بل هو. قال رحمه الله: وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. يصلي على المنبر، أي منبر؟ الذي صنع له بديلا عن الجذع الذي كان يستند إليه ويخطب، فما حاجته إلى الصعود على المنبر ليصلي عليه؟ ليرى الناس صفة صلاته ويتعلموها. ثبت هذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أنه لما صنعت المرأة الأنصارية أو أمرت غلامها الأنصاري بصنع المنبر النجار، فصنع المنبر فأتي به إلى المسجد، فقال سهل رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر وهو عليه ثم ركع وهو عليه. على ماذا؟ على المنبر. صعد المنبر وهو 3 درجات، فكبر مستقبلا القبلة وظهره إلى الناس، ثم ركع ثم رفع، قال رضي الله عنه: ثم نزل القهقرى. ايش يعني نزل القهقرى؟ يعني رجع إلى الخلف دون أن يلتفت، وجهه إلى القبلة، فرجع الدرجة الأولى والثانية إلى أصل المنبر، رجع القهقرى ووجهه إلى القبلة. قال: ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر. لما جاء موضع السجود ما في مكان على المنبر للسجود، فنزل الدرجتين وسجد في أصل المنبر على الأرض. قال: ثم عاد، يعني صعد المنبر وأتم صلاته، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف علم الأمة، علمها بالوصف، علم المسيء صلاته، ومن سأله أجاب، وقام يصلي أمامهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لتدركوا أن ما مضى من مجالس وما سيأتي من مجالس نتعلم فيها صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كثيرا والله، بل هو أمر جدير أن نتعلمه وأن نتدارسه ونتذاكره وأن نعلمه أهل بيوتنا، الزوجات، الأبناء والبنات، الصبيان، الأطفال في المدارس، الكل. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجتهد في تعليمها للأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر بين يديه. البهمة ولد الغنم، ذكرا كان أو أنثى. قال: فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة. نأتي إلى هذا الحديث في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وحسبنا ما مضى في مجلس الليلة من المسائل في هذا الفصل الذي ما زال طويلا جامعا لجملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، سنأتي عليها تباعا بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. استكثروا يا كرام في جمعتكم ليلتها ويومها من الصلاة على حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أمرنا الله بالصلاة عليه وأخبرنا أنه صلى عليه وأن الملائكة صلت عليه، ووعد نبينا عليه الصلاة والسلام من صلى عليه بعشر صلوات من ربه بمقابل صلاة واحدة منا على النبي صلى الله عليه وسلم.
لبت حروفي في مداك محبة، وتسابقت في مدحك الخفقات، وبطيب ذكرك كل شيء طيب، الوقت والإحساس والصلوات. صلى عليك الله يا نورا سرى في المشرقين ففرت الظلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا يا رب بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. تولنا بعنايتك يا رب والمسلمين أجمعين، واحفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واصرف عنا الشرور والمكاره والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.